كانت هذه رشقات الحجارة الأخيرة قبل أن يفرغ ميدان العباسية بالقاهرة من المتظاهرين المطالبين برحيل المجلس العسكري عن الحكم. الكلمة الأخيرة كانت للمجلس العسكري الذي فرض حظرا للتجوال في محيط وزارة الدفاع، منهيا بذلك محاولات المتظاهرين اقتحام السياج الذي أقيم حول الوزارة. قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الآتي: حظر التجول بميدان العباسية ومحيط وزارة الدفاع والطرق المؤدية إليها اعتبارا من الساعة 11 مساء اليوم الجمعة الموافق 4 مايو 2012 وحتى الساعة 7 من صباح باكر السبت الموافق 5 مايو 2012. منذ سقوط النظام السابق شهدت مصر تظاهرات واشتباكات عديدة سقط فيها قتلى وجرحى، لكن أحداث يوم الجمعة كانت مختلفة، إذ أنها تأتي قيق 3 أسابيع على الانتخابات الرئاسية المقررة في 23 من أيار مايو. شرارة الأحداث انطلقت من ميدان التحرير، حيث شارك السلفيون والإخوان المسلمون والليبراليون في تظاهرات للتنديد بسقوط قتلى وجرحى في أعقاب استبعاد السلفي حازم أبو إسماعيل عن الترشح للانتخابات الرئاسية. وفي أعقاب صلاة الجمعة تحول بعض المحتجين نحو ميدان العباسية وحاولوا اقتحام وزارة الدفاع، بينما حاولت جماعة الإخوان المسلمين ثني أنصارها عن التوجه نحو الميدان. المسؤولية في رقبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إذا لم يكن يستطيع أن يؤمن حياة المصريين فلا معنى لبقائه في موقع المسؤولية. الأمر الثاني وبشكل واضح أن الذي دفع المعتصمين للاعتصام هو حالة القلق لدى الشارع السياسي المصري بكل أطيافه. بين جمعة الزحف كما سماها المتظاهرون وجمعة الحظر كما عاشها المصريون، تبدو ساعات الهدوء القليلة بفعل حظر التجوال مجرد هدنة مؤقتة استعدادا لجمعتين أخيرتين قبل موعد الانتخابات الرئاسية. علا مكي، BBC.